من القوايا العقلية، علاش لي ما نديرش وفات لي لاكارت ناسيونال وفات لي راميد؟ علاش لي ما نعاودش نجددها؟ علاش؟ واش عندنا حق ولا ما عندناش؟ هاد الشيء باش يضروك هما، حيت يشدوا المادة من الناس ديال لوطيسمات. خاصو اللي بغى يدير تجهيز خاصو يجي عند الباشا ويجي عند لاجودان ويجي عند الأمن كامل يشري بالأموال ديالو باش حنا ما نستافدوش. حلاش ما نستافدوش؟ ما نديرو لاكارت باش تولي تخرجي تقلبي على الربا، تخاصمي مع الله والرسول والمجتمع. خاصنا حنا نخرجوا من الدين ديالنا باش هما يبقاو على خواطرهم. واش حنا ماشي من حقنا تنتمناو من سيدنا يدير هاد الشيء ليه حجاج، وتنطالبوا من المسؤولين ديال سيدي رحيل بالضبط يديروا لينا حل، اللي حنا ساكنين في العشوائي، حنا بشر ماشي حنا ناس متحجمين اولا تنطالبوا شي حقوق اللي ماشي حقوقنا، تنطالبوا اللي من الحق ديالنا كمواطنين مغربيين. عاش الله الوطن الملك. شي حاجه اخرى، راه لا اله الا الله محمد رسول الله وشكرا. انت خليك معنا استاذه، خليك معنا واحد دقيقه الله يرحمك. اش هاد الناس اللي كيتوفاو انت من احد الافراد ديال العائله ديالهم ولا من جيران؟ راه ماشي من الافراد، حنا راه عشوائي، تنقول لك عشوائي. انت من جيران؟ يعني حنا في الدوار قريب لينا، اللي حنا تنمشيو لبعضياتنا، تنمشيو على رجلينا. يعني الا بغيت انا نجي من دوار عزيز تنجي لدوار الغابه فين ماتوا هاد الناس هادو. يعني حنا راه جيران، حنا راه مسلمين. واش حنا مسلمين ولا ماشي مسلمين؟ حنا راه مسلمين، راه خاصنا نحطوا اليد على اليد باش نتحدوا ويكون هاد الشيء. خاصو تيموت لي انا عاش نهضر بحال هكا؟ لا، راه اليوم الا مات هذاك غدا راه يقدر يموت. شحال ديال الضحايا اللي ماتوا؟ ماتوا اربعه، مات الدري مسكين اللي تضرب تشتت ليه الفخاد ديالو حتى هو اليوم مات. ماتوا اربعه، يعني واش كبار في السن كيقراو شنو كيديروا؟ ثلاثه د الرجاله كبار في السن هازين عائلات وهازين وليداتهم، وجوج دراري من الكوليج. من الكوليج كيقراو، يعني مازال كيجاوبوا الدراسه ديالهم. كيقراو في الكوليج. يعني غادي الترونسبور تحطهم مثلا من هنايا لهذاك الشانطي لديك الجي. برافو. يعني الترونسبور خاصو يتحط حدا الباب ديال المدرسه. ينزل من الباب ديال الترونسبور يدخل الباب ديال المدرسه. حيت الباب ديال الكوليج في الكاميرا. إلا تحط ترونسبور راه كاين الأمن لهذاك الدري، حتى لا تضرب غيعرفوا شكون. اما باش غيحطوا غيضرب واحد المليمترات الكوليج راه يطرى الليطرا عاد هو يوصل الكوليج. حنا اللي تنطالبوا لا من الناس اللي في الكوليج لا من المدير، تنشكروه واحد السيد الله يعمر ليه الدار. شنو هي سميت الاعداديه اللي كيقرا في الكوليج؟ الكوليج ديال سيدي رحيل بن سعدون. ديال بن سعدون. يعني هذا الشيء اللي تنطالبوا لا المدير الله يرحم ليه الوالدين لا الاستاذ كوياس داير فوق من جهده تيجري دالينا وليداتنا جلبو الجلبه الاولى داهم من المؤسسه ديال الكوليج حتى السبيطار. تنشكرهم من هذا المنبر، ولكن بغيناهم حتى هما يوقفوا معانا كوقفه احتجازيه باش يتامن لينا الامن لينا وليهم والوليدات. هذا الشيء اللي كاين. انتم كطالبوا بمزيد من الامن. تنطالبوا من المزيد من الامن وتنقى الدنيا، واللي ما عندوش لاكارت على الدوار ديالو يصوبوا عليه باش لا تعرف يتبع انت عندهم هنا في لابريكاد. حيت اي فوا تصاوبي لاكارت على سيدي رحيل غتولي تبع انت عندهم في لابريكاد، يعني ساهله يجبدوك. واش انا ساكنه في سيدي رحيل ولاكارت ديالي باقا على طيط من الليل، على طيط من الليل، يعني راه مستحيل باش غيشدوني. اش من باش غيلقاوني هنا؟ وانا طالبت باش نصاوب لاكارت ديالي على سيدي رحيل. هاد الشيء اللي كاين، وتنطلبوا من سيدنا الله يخلي لينا ويطول لينا الله في عمره، يفيق ويعاب معنا شويه ومع الشعب ديالو. احنا ضرينا ما فيه الكفايه، ضرينا بزاف ما فيه الكفايه. تنطلبوا من السلطات زادنا، واللي ما عندوش لاكارت ناسيونال باش يتبع انت في جميع الدوائر ديال سيدي رحيل، ادالي لاكارت على سيدي رحيل وشكرا. شكرا بزاف. شكرا.